من الحالة الجوية للحالة المرورية، ونرصد معاكم حركة المرور في الشوارع الرئيسية. بنبتدي معاكم جوجل مابس كده ونرصد معاكم حركة الشوارع. النهاردة كيوم من أيام العطلة الأسبوعية المعتاد، بنلاقي الطريق رايق، بيسود الخريطة اللون الأخضر، وده مؤشر على السيولة المرورية. بنتابع معاكم طريق صلاح سالم العروبة، في الأيام العادية ده بيبقى مكتظ كده ومنور معانا باللون الأحمر، بل بالنبيتي كمان اللي هو إيه الكثافات العالية على الآخر. وبنتابع معاكم كده كوبري اكتوبر وطريق لقطة السيد ورمسيس اسفل الكوبري، كله رايق الحمد لله. واحنا الحمد ماشيين كده لله. في الطريق هقول لكم برضو على المحور، انه الجزء اللي في المحور واحنا برضو رايحين كده نعدي على كورنيش النيل وكورنيش الدقي والعجوزة، برضو رايقين الحمد لله معانا. الحمد لله. لكن المحور بقى اللي بيصب في ميدان لبنان، عارفين اللي هو انا هجيب لكم حاجه بس عشان اللي رايحين في الطريق وعارفين فين بالظبط، النازله بتاعه طريق مصر اسكندريه، من اللي هو رايح من عند مثلا الزمالك رايح اكتوبر، ده مفتوح وبعد ما اتطور واتسفلت وكل حاجه وتم توسعه الطريق وبقى اكثر من رائع. الجهه بقى المقابله دي مقفوله النهارده على عكس الايام اللي فاتت، يوم الجمعة اللي فاتت برضو كانت مقفولة، فعشان في إصلاحات في الجزئية بقى اللي هو نازل من المحور رايح باتجاه الشيخ زايد، في الحارة اللي هي الأساسية دي مقفولة، حارة الخدمة اللي جوه هي اللي مفتوحة، عشان برضو اللي نازل يبقى عارف إنه الطريق ده هيبقى فيه كثافات. في الطريق اللي من ورا ممكن حضرتك تطلع من الطريق الخلفي وتطلع منه على الدائري، ده هيكون برضو شورت كات بالنسبة لك، يعني ايه هيوفر عليك لو الناس بقى بتحب تاخد يوم الجمعة عشان بتخلص فيها المشاوير اللي هي بتقصدها وتوصله بألف سلامة. يا رب العالمين.